وأوضح محافظ صلاح الدين أنه بسبب التوسع العمراني في حي الديوم غربي تكريت وانخفاض مناسيب دجلة كان هناك شحة في الماء خلال موسم الصيف، ولهذا قامت ملكات الماء بالمحافظة بإنشاء مجمع يلبي احتياجات أبعد نقطة في الحي، مبينا أن هناك أعمال مستقبلية بمنطقة القادسية. خلال فترة الصيف كانت هنالك شحة بسبب التوسع اللي جاري في منطقة الديوم، وكذلك انخفاض مناسيب النهر بسبب شحة المياه. قامت الكوادر في مديرية ماء صلاح الدين العمل على هذا المجمع الذي يستطيع من خلال الحسابات أن يصل إلى آخر نقطة في منطقة الديوم، والآن الماء وصل عندنا بضغط عالي جدا إلى آخر منطقة في الديوم. الحمد لله، يعني اليوم احنا نزف بشرى لها انه ان شاء الله مستمرين. ايضا عندنا عمل مستقبلي فيما يخص منطقة القادسية. اليوم بدينا منطقة العث والناعمة منظومة تحلية واحدة عاطلة، الان عندنا اكثر من 7 محطات تم تشغيلها، ومستمرين في رفد المنطقة بالمضخات، واحنا كل المناطق ناخذها بنظر الاعتبار في تنفيذ المشاريع.